معنا هنا في الاستوديو السيدة لينا قنوع وهي محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي جروب. لينا أهلا وسهلا بك. دعينا نفتح نافذتنا على العالم ونطل من خلال وول ستريت التي سجلت مستويات قياسية في الأسواق تبعتها آسيا. اليوم رأينا المؤشرات اليابانية تغلق على ارتفاعات لافتة بأكثر من 2% في النيكي والتوبكس. على ماذا تستند الأسواق لهذا الانتعاش؟ اهلا بك. مؤشرات عقود مؤشرات الاسهم الامريكيه عم تسجل اعلى مستوياتها على الاطلاق بعد ايضا حققت مكاسب جدا قويه اسواق وول ستريت. الاسهم اليابانيه اليوم على ارتفاع باكثر من 2% نشاهدها بعد فوز الحزب الحاكم في اليابان الذي اعطى دفعه ايجابيه، لان رئيس الوزراء الياباني الجديد هو يعد بالمزيد من الحزم التحفيزيه الهائله التي سوف تدعم الاقتصاد الياباني وتخرجه من ازمه جائحه كورونا ومن آثار جائحة كورونا التي يعاني بها اقتصاد اليابان. نحن نعرف كيف أن التضخم منخفض في اليابان أيضا، وبعد أيضا الحزب الليبرالي في اليابان أيضا يعني حقق الأغلبية أو أغلبية الحزب الواحد طبعا في مجلس النواب، فهذه الفوز الحزب الحاكم أعطى الدفعة الإيجابية. إضافة إلى ذلك نحن عم نشوف أنه بيانات متضاربة من الصين. نحن شفنا اليوم قطاع صناعة التحويلية فوق التوقعات جاء ب 50.6، فهذا أعطى أيضا دفعة إيجابية للأسواق الآسيوية عموما الأسواق اليابانية. مؤشرات الأسهم الأمريكية عم نشوفها كيف النتائج عم تجي أفضل من التوقعات، وخاصة أن أمازون حققت نتائج جدا يعني جدا إيجابية، فبالتالي نتائج الشركات عم تلعب دور أساسي في ارتفاعات ومؤشرات الأسهم الأمريكية، وتبتعد عن كل ما يحصل من أزمة الطاقة، أزمة سلاسل التوريد، وأيضا التضخم اللي عم نشوفه عم بيرتفع بشكل كبير تتغاضى وعم تحقق ارتفاعات مستندة على نتائج أعمال الشركات. التوقعات ما زالت إيجابية على مؤشرات الأسهم الأمريكية، وخاصة نحن ننتظر قرار الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع. لينا أيضا يعني على ذكر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي تنتظره كل الأسواق بطبيعة الحال، إلى أين تتجه التوقعات؟ نعم، كل الأنظار تتجه هذا الأسبوع على اجتماع الفيدرالي الأمريكي، وخاصة أن اجتماع بنوك مركزية مهمة، بنك إنجلترا المركزي وبنك الاحتياطي الأسترالي أيضا نترقب هذه الاجتماعات. والأنظار على الفيدرالي الأمريكي، نحن عم نشوف كيف التضخم مرتفع بحسب البي سي اي، مرتفع بأكثر من 4.4%، هناك ارتفاع اللي بفضل الفيدرالي الأمريكي مرتفع ب 3.6%. في ظل هذه الارتفاعات الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، أزمة اختناق سلاسل التوريد، هل حان الوقت بالفعل لبدء برنامج تقليص برنامج شراء الأصول؟ كلها توقعات تتجه إلى تقليص برنامج شراء الأصول البالغ 120 مليار دولار شهريا بشكل تدريجي. ربما الحديث الآن حول أن التوقعات بشهر أكتوبر رغم ارتفاعات التضخم، ويرى يعني جيروم باول أنه ليس من الضروري الآن البدء برفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن، لأن ما زال هناك يجب أن تستمر هذه السياسات التحفيزية. فهذا يعطي أيضا الآمال يعني اللي عم نشوفها على أسواق الأسهم الأمريكية، أنه ما زال هناك خطة للاستمرار بهذه الحزم التحفيزية. فالتوقعات الآن بتقليص برنامج شراء الأصول، هذا سوف طبعا ربما سوف يبدأ في ديسمبر وبشكل تدريجي، متوقع من 20 إلى 30 مليار دولار شهريا أنه يبدأ الخفض ببرنامج شراء الأصول لكبح ارتفاعات التضخم. لكن عن أسعار الفائدة ربما من وقت يعني الوقت مبكر للحديث، وهناك يعني يتوقعون أن التضخم وهذه الارتفاعات من المشاهد هي لأسباب مؤقتة وناجمة فقط عن ارتفاع أسعار الطاقة. جيد، دعينا نتحدث عن النفط في عجالة. الصين تفرج عن مشتقات نفطية فيما يتعلق بالبنزين والسولار، وبالتالي تؤثر حتى على المزاج العام للنفط الذي يتراجع. إلى أين تمضي الأسعار؟ نعم، أسعار النفط بلشنا نشوف كيف عم تتراجع من ارتفاع مخزونات الخام اللي كان خلال الأسبوع الماضي، والضغط السبب الآخر اليوم للصين هي تحرير الاحتياطيات من احتياطاتها من السولار، هذا سبب ضغط على أسعار النفط. لكن ما زالت يعني هناك مناقشة طبعا من مجموعة الـ20 حول حل أزمة اختناق سلاسل التوريد، سوف نرى هل سيكون بالفعل حل جذري لهذه المشكلة.
إلى الآن أسواق النفط ما زالت هي مدعومة بتحول من ارتفاع أسعار الغاز والفحم وتحول من الطلب على الغاز والفحم إلى التحول على النفط، ما زال هذا السبب الرئيسي. وممكن أن نشوف أسعار النفط عم تصل لمستويات 90 دولار، وخاصة عم كيف توقعات جولدمان ساكس. طبعا إذا نظرنا إلى المخزون التجاري فهناك ارتفاعات في المخزون التجاري، لكن يبقى أقل من 6% دون متوسط الخمس سنوات، لكن يظهر أنه إلى الآن المعطيات تدعم أسعار النفط. لينا قنوع محللة الأسواق العالمية في إكويتي جروب، أنا أشكر وجودك معنا في هذا البرنامج. شكرا.